وزني 162 كيلوغرام. عانيت هواي من مشاكل. أول مشكلة هي ارتفاع ضغط الدم. وظلت فترة سنين. وبعدها بدأت المضاعفات. بدأ عجز القلب. وبعدين اضطراب ضربات القلب. فهاي بعد بدأت المشاكل الكبرى. مما خلاني أضع جهاز بيس ميكر لتنظيم ضربات القلب. كل هذه الأشياء بسبب السمنة. دكتور تعرفت عليه اسمه أرديب تشوبي عن طريق المترجم امداد. يعني بصراحة بالبداية كنت خايفة كلش من العملية قبل العملية. بس بعد العملية يعني ثبت انه دكتور كلش شاطر وعظيم. أمنيتي انه اول شيء حسيت انه انا ولدت من جديد. واتمنى انه اول شيء بعد انه وزني ينزل بحيث اقدر اسافر الى بيت الله ان شاء الله. نعم ان شاء الله. نجات هاي السمنة منعتني من السفر. كلش فرحانة يعني ما حد يعني شلون يقولون يعني كلش فرحانة يعني غير شيء غير حياة يعني كأنه حكيت معاي شيء بس أمارس إن شاء الله حياتي الطبيعية. يعني سفر قصة صار إيش قد عشرتي مع العملية حسيت فرق كلش هواي. أكيد يعني أنصح أي شخص مو يوصل لوزني يعني حتى لو نص وزني أفضل يسوي هاي العملية حتى لا يصير عنده مضاعفات ومشاكل وتتطور الحالة. فأفضل أنصحه ويعيش بسلام بصحة وعافية. وآخر شيء أقوله أحب أقوله أنه أشكر كل الستاف اللي اشتغل يعني بصراحة يعني ما أحد قصر والحمد لله والشكر ومشكورين.